السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم وليد مدقور اي البارون. مرحبا بكم فلوق جديد وفيديو جديد، مدينه جديده. حنا اليوم كنتواجدوا في مدينه ديال الشاون، وحده من بين اجمل المناطق واجمل المدن اللي كاينه في المغرب. مشهوره بالجوهره الزرقاء، الشاون او لا شفشاون، مدينة مغربية كتموقع شمال المغرب وتحديدا في وسط القمم الجبلية. تأسست مدينة الشاون سنة 1471 ميلادية على يد شريف مولاي علي بن راشد، وكان الهدف من تأسيسها آنذاك باش يمنع التوسع البرتغالي داخل المغرب، وكذلك باش يقوي مسلمي الأندلس اللي تم الطرد ديالهم من طرف الإسبان، بحيث كانت المدينة في السابق كتعتبر بمثابة قلعة للمجاهدين ضد الاستعمار. هنايا في وحده من اجمل الساحات اللي كتواجد في المدينه ديال شفشاون، اللي هي ساحه أوطا الحمام، واللي كتعتبر القلب النبيض لهذه المدينه هذه، اللي كيجيو ليها السياح من جميع انحاء العالم ومن المغرب، اللي كتضم مجموعه ديال المقاهي ومجموعه ديال المحلات اللي هما تجاريين وسياحيين، وكذلك كتضم القصبه اللي حنا كنتواجدوا فيها وغادي نوريها لكم من بعد. ساحه أوطا الحمام اللي كتبلغ المساحة ديالها 3000 متر مربع، واللي كانت في الأول مقر للسوق الأسبوعي اللي كان كيجمع سكان الضواحي والمدينة، واللي رجعات حاليا ساحة عمومية وسياحية كتضم المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية اللي كتطل على نافورة جميلة، بحيث كتحول الساحة في الليل مكان مليء بالزوار والأجانب وبالفرق الفولكلورية. وعلى مقربة من الساحة كيتواجد المسجد الأعظم ولا الجامع الكبير، اللي تبنى في القرن السادس عشر ميلادي على يد حاكم المدينة آنذاك، واللي كيتميز باتساع المساحة ديالو وبصومعة 8 الأضلع وكيجاور القصبة. القصبة واللي هي النواة الأولى للمدينة، وكتعتبر من أهم المعالم المميزة لمدينة شاون، واللي اتخذها مولاي علي بن راشد مقر للقيادة ديالو من أجل الجهاد ضد البرتغاليين، بحيث كتمتاز القصبة بالنمط المعماري الأندلسي لكونها محاطة بصور كتوسطو عدة أبراج، وفي الوسط ديالها كتواجد حديقة كبيرة بها أشجار بأنواع مختلفة. كما أن القصبة كتضم متحف وأقدم سجن في المدينة، واللي باقي محافظ على كامل الخصوصيات ديالو، خصوصيات اللي كتنساها بمجرد ما كتطلع لأعلى برج القصبة وكتشاهد منظر بانورامي من أعلى الجوهرة الزرقاء. صراحة مناظر زوينة بزاف، كل بلاصه كتوصل ليها كتنسيك في اللي قبل منها. يعني الا كنتي اول جيت تصور ولا دير شي فيديو ولا دير شي فلوق ف يعني راه غتحماق النهار كامل انت كتصور. وفي الطريق ديالنا المنبع راس الماء، مرورا بالسويقه، حي الاندلس، حي الصبانين وغيرها من الاحياء العتيقه، كنلقاو مجموعه من المحلات التجاريه اللي متخصصه في بيع كل ما هو تقليدي ويدوي، واللي كيحمل الطراز المغربي الاصيل، وكيبقاو فرصه لكل من زار المدينه باش يقتني بعض الهدايا التذكاريه اللي كتحمل طابع المدينه. وبالنسبة لعشاق الطبيعة والهدوء والسكينة، كيبقى منبع راس الماء من أجمل المناظر الطبيعية في المدينة، وبالخصوص شلالاته الرائعة. كنتمنى هاد الجوله هادي اللي درنا في مدينه الشيون تكون عجبتكم وعجبتكم مزيان، حيت المدينه صراحه تستاهل وتستاهل بزاف. مدينه زوينه، اي حاجه بغيتيها كتلقاها، الطبيعه، الماء، الفلورة، اي حاجه اللي نتايا الانسان باغي يرتاح وباغي يفوش شويه ويبدل الجو، فالمدينه ديال الشيون صراحه تستاهل. الجو بالليل روعه احسن ما كاين، فكنتمنى تكون الجوله ديالنا عجبتكم. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما من جديد. خليونا كومونتير، شجعونا، دعمونا، عطيونا دي زيدي في شي بلايص اللي بغيتو نمشيو نزورهم، نوريكم البلايص اللي بغيتو تشوفوا. حنا دائما هنايا معكم، والتعليقات ديالكم هنايا مستمرين. السلام عليكم.